انضم الينا من عمان الكاتب والباحث السياسي سيد صلاح العبادي اهلا بك سيد صلاح سيد صلاح اليوم نحن نشاهد ما يحدث هناك تجمعات طبعا من بعض يعني الجماعات المسلحه في على الحدود العراقيه الاردنيه دعما الى غزه لكن بالطبع هناك مخاوف دائما مسألة الحدود حتى الجانب الأردني في داخل الأردن يعني نهى الأردنيين عن الاحتشاد أو حتى الاعتصام على الحدود هل هناك محاذير أو تخوف من مثل هذا الأمر الآن؟ يعني الكل يعلم بان المملكه الاردنيه الهاشميه بذلت جهود كبيره ان كان على الصعيد الدبلوماسي والسياسي من اجل يعني انهاء هذه هذه الحرب والوصول الى حاله من الامن والسلام. خلال الايام الماضيه القوات الاردنيه، القوات المسلحه، الاجهزه الامنيه بذلت جهود كبيره من اجل منع المحتجين من الوصول الى المناطق الحدوديه لان ذلك سيترتب عليه تبعات كبيره والكل يعلم بان الاجهزه الامنيه تريد ان توفر يعني تحمي الحدود وتحول دون ان يتمكن اي من المحتجين او المعتصمين من عبور الحدود وبالتالي لان لاننا ندرك تماما التكاليف الكبيره التي ستترتب عن اي حاله من حالات العبور لا سمح الله بطرق غير مشروعه عبر هذه الحدود، وبالتالي عندما نتحدث عن هذه التجمعات التي تاتي على الحدود العراقيه الاردنيه انا باعتقادي اقدر لهم هذه المواقف القوميه العربيه لكن بالاحرى عليهم ك ان يتجهوا مثلا الى الاراضي السوريه حيث الجولان السوري المحتل او الجنوب اللبناني ايضا، بالتالي وهذا اقرب لهم واسهل لهم بدلا من ان يتوجهوا الى الحدود الاردنيه العراقيه، وبالتالي انا باعتقادي يعني هذه الدعوات بفتح الحدود العراقيه الاردنيه دعوات يعني ليست بمكانها لان هناك حدود اقرب وبالاجدر ان يطالبوا بفتحها بدل ان يطالبوا بفتح الحدود العراقيه. العراقية الأردنية سيد صلاح بالطبع الجانب الأردني المصري الجانب العربي أيضا حذر من هذا الأمريكيين والإسرائيليين قال لهم ستشتعل هذه المنطقة إذا ما زاد عدد يعني القتلى وهذا القصف العشوائي والقاتل على قطاع غزة هل نرى الآن يعني مثل هذه السيناريوهات بداية هذه السيناريوهات وبالتالي مصداقية الجانب العربي فيها يعني إذا بتسمح لي أريد أن أعود إلى أكثر من عشرين عاما والأردن والعديد من الدول العربية تحذر تجاه هذه الأزمة وتؤكد على ضرورة التوصل إلى حل الدولتين والتأكيد على أن عدم قيام دولة فلسطينية سيؤثر على الأمن والسلم العربي وبالتالي هذا ما يحدث الآن نحن نتحدث عن جبهة بالجنوب السوري من الجولان هناك أيضا يعني حدث بعض حالات فردية خلال الفترة الماضية نتحدث عن الجنوب اللبناني نتحدث عن الحوثيين وما جرى من إطلاق بعض الصواريخ باتجاه مدمرة أمريكية نتحدث عن ما حدث بالعراق وبالتالي أنا باعتقادي عدم التوصل إلى حل سياسي وفقا للقوانين الدولية عدم قيام الدولة الفلسطينية سيكون له تبعات كبيرة ما يحدث اليوم من السياسي الأمريكية وعدم عدم يعني مراعاه التوازن ما بين يعني الدعم الاسرائيلي الدعم الذي يقدمه الرئيس جو بايدن الى الى اسرائيل وعدم الموازنه ما بين احترام القانون الدولي الانساني انا باعتقادي هذه التناقضات الدعم الغربي قيام مناهضه مظاهرات مناهضه للسياسه الغربيه ان كان بالولايات المتحده الامريكيه بريطانيا الدول الاوروبيه كل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تأجيج الصراع بالمنطقة وأن يؤدي إلى اختلالات كبيرة. المطلوب اليوم نعم. أن يعني تعود الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية إلى التحرك العربي والرؤية العربية من أجل إنهاء هذا الصراع، إقامة الدولة الفلسطينية، إحلال السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة وبالتالي كل ذلك من شأنه أن يكون يعني أن يقود ويؤدي إلى نتائج طيب. إيجابية. شكرا لك من عمان الكاتب والباحث السياسي سيد صلاح العبادي شكرا جزيلا لك